يا النهاردة هنعمل معاكم في خلال 24 ساعة ريفيو لمنتجات كورية، وهنعمل مع بعض الطعام الكوري لثلاث او اربع مرات. النهاردة انا جالي بوكس منتجات كورية، فاحنا عاوزين نفتحه النهاردة ونعمل المنتجات اللي موجودة فيه. النهاردة نحاول على قد ما نقدر نستمتع بوقتنا ونجرب المنتجات الكورية ديت ونقول رأينا عليها. كمان ان شاء الله يكون الطعم الخاص بيها جميل او حلو، وهقول لكم ايه اكتر حاجة كمان عجبتني في المنتجات اللي موجودة النهاردة. يلا بينا نقضي اليوم معايا. انا سرية من كوريان فود ان ايجيبت، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. يلا بينا. بوكس المنتجات الكورية، ودي الحاجات اللي جوه. كده هنعمل على الفطار نودلز كوري، ودي بالجبنة مش حراقة خالص. طبعا الكوتشو كارو دي حاجة أساسية في المطبخ الكوري، نقدر نعمل بيه التابوكي، نقدر نعمل بيه الكيمشي، وأي حاجة تانية بتحتاجه من الأطباق الجانبية كمان. هنعمل منه النهاردة الخيار الحار، وده التابوكي الجاهز هنعمله معاكم النهاردة. طبعا برضو عارفين ان صوص الكوتشوجان من الصوصات الاساسية في المطبخ الكوري، ده برضو بنحتاجه للتابوكي وكل الاطباق الكورية. وتشوبستيك، يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. هنحتاج سمسم، ثوم، خل، سكر، زيت سمسم، صويا صوص فاتح، وخيارة. يلا نعمل الطبق الجانبي الكوري الخيار الحار. وهحط كل المكونات اللي انا جهزتها قدامكم. هنا بقى عشان يكون حار هستخدم معلقة او معلقتين من الكوتشو كارو، وهقلب وبكده خلصت. ويلا نعمل الرول الكوري على الفطار. طاسة على نار متوسطة هضيف المية والندومي الكوري والنودلز الكوري، وانا بفتحها هلاقي نودلز على شكل مربى. وهلاقي 3 اكياس، هضيف كيس الخضار، كيس الشوربة، وكيس نكهة الجبنة. هقلب كويس قوي لمدة 5 دقايق وبس كده خلصت. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ريحتها قلب البيت. رشة سمسم، ويلا ناكل.
يلا نعمل التنكي. في طاسة على نار متوسطة هضيف كوباية ونص مية، وبعد كده هحط التابوكي. الكيس ده بيبقى جواه التابوكي والصوص الحار بالجبن. هحط الصوص الأول في المية، وبعد كده التابوكي. هرمي الكيس ده، الكيس ده للحفظ فقط. هقلب واسيبه يستوي لمدة 5 دقايق. هضيف بصل أخضر، وجبنة. أنا المرة دي هختار جبنة شيدر. هقلب بسرعة واشيله على جنب. طبعا السمسم. وبكده عملنا التابوكي، من افضل الاطباق الكورية والاكثر شهرة على الاطلاق. تعالوا ندوقه واقولكوا رأيي. تابوكي، تابوكي الكوري. حلو جدا. اخر معلقه. صاحبتي طلبت مني اعمل لها اكل كوري عشان هتقعد مع صحباتها النهارده، فانا هعمل لها 3 اطباق. هعمل لها كيمباب بالخضار والدجاج وكمان بيبيمباب. نبتدي بالكيمباب. هحتاج ورقه سوشي، واحط عليها الرز المسلوق، عليه سمسم وزيت سمسم، وهفرده بالشكل ده على الورقه. وبعد كده احط كل الخضار المطبوخ، زي مثلا بيض، خيار، فجل اصفر، وكمان جزر. وبعد كده الفه كويس قوي، وبكده خلصت الكيمبو. هعمل نفس اللي عملته المرة دي، لكن هزود عليه دجاج او فراخ. يلا بقى نعمل البيبيمباب. في طبق كويس قوي مدور هحط الرز اللي انا عملته، وبعد كده هحط كل الخضار المتشوحة كويس قوي في الطبق بشكل منسق وجميل ومترتب. انا هنا برضو حطيت لها دجاج او فراخ متبلة بالصويا صوص والسكر، ومعلقة كبيرة من صوص الكوتشوجان، وبيضة عيون مقلية من فوق، سمسم، وبكده خلص. همسح بزيت السمسم فوق كل قطعة كيمة، وبعد كده اقطع. وبكده عملت لصاحبتي كيمباب الدجاج، كيمباب خضار، وعملت البيبيمباب الكوري. اتمنى تكونوا قضيتوا وقت حلو معايا النهارده. اتمنى برضو اشوفكم في فيديوهات جديده تانيه كتيره، ويا ريت لو تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي كوريان فود ان ايجيبت. انا سوريا، اليوم